بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين. وقفنا عند البريشر، هناخد الترومبة، ترومبة الطرد بأنواعها، وبعد كده هنبتدي نخش في الدوائر. ترومبة الطرد زي ما احنا اتكلمنا هي المفروض المسؤولة عن خروج المية من الغسالة، ودي بتبقى المكان بتاعها أقل حتة موجودة في الغسالة، أوطى حتة موجودة في الغسالة. فهمت فين صوت؟ ماشي؟ العميل ما بيتعاملش مع الطرمبة غير من خلال الفلتر. الفلتر ده استخدام عميل. المفروض العميل على حسب ما يعمل صيانة للغسالة، ده ممكن كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر. الفكرة من الفلتر إنه الفلتر ده بيحجب اي شوائب او اي حاجة تبقى جاية من الغسالة، من المية، من الهدوم، من الكلام ده، عشان ما تخشش على الترومبة، عشان الترومبة بيبقى فيها ريشة بتاعت الطرد. الريشة دي لو حصل لها اي مسمار، دبوس، اي حاجة زي كده، هتلاقي ايه؟ هتتكسر وعملية الطرد هتقف. فالفلتر في استخدامه استخدام عميل. ما اللي جوه بقى الفلتر والكلام ده كله ده استخدامك انت. الغسالات مش كل الشركات بتعمل تصميم واحد. في شركات بتعمل ان الترومبة قدامها الكفر على طول بتاع الفلتر. في شركات تانية ممكن تعمل لك الترومبة بعيدة عن الكفر بتاع الفلتر. يعني بص هنا اهو، هنا الترومبة مكانها فين؟ ورا خالص اهو، وده الجزء الخاص بالفلتر. فانت بالنسبة لك كل ده مش هيفرق بالنسبة لك في نوعية، انت مجرد ما هتبص بعينك هتعرف نظامها ايه. ماشي؟ في بعض الشركات بتعمل ايه؟ تقول لك لو انا دلوقتي الترومبة باظت، العميل هيخرج المية ازاي؟ معنى كلمة الترومبة باظت يبقى الباب مش هيفتح، مش هتعرف انت تطرد المية عشان تخلص البرنامج. في طريقتين. في طريقة ان الشركة شايف الجزء ده اللي هو كأنه البوابة بتاع الفلتر ده، هو عمله كنظام زي مجرى، بحيث ان انت لما تفتحه، انت فتحت الوش اهو، ولما تفتحه تبتدي المية تنزل فين؟ تنزل في الحيز ده، تاخدها انت بقى على طبق او تاخدها على حاجة عشان تتحكم في كمية المية. جت شركات تانية قالت لك لا، ده يعتبر بهدلة للمكان. فراحت عاملة وصلة للتصفية. كأنه زي خرطوم، كأنه خرطوم فايز، انت بتبقى خرطوم ده مش مستخدم غير في حالة الطوارئ. في حالة ان انت عايز تفضي المية ومش عارف تفضيها. شايف الخرطوم ده؟ الخرطوم ده فيه سدادة. طب الخرطوم ده موجود فين؟ لما تفتح الوش بتاع الترومبة، وده مش موجود في كل النوعيات، موجود اغلب في النوعيات الحديثة. شايف الحلقة دي؟ دي انت لو جيت رحت شاددها كده هيطلع لك الخرطوم. تاخد بقى السدادة دي وانت بقى توصلها في حاجة، بحيث هتبقى أقل إهدار في المية، أو أقل إن المية إيه ممكن تبهدل المكان. لكن هي في النهاية برضه هتطلع في حلة أو في حاجة تطلع. آه لازم، أصل هيعمل إيه؟ لا أصل هتروح صرف منين؟ هي المستوى بتاعها أقل حاجة. هو كل اللي بيعمله ده بيعمل لك بأكتر من وسيلة، بحيث إن ما يبقاش فيه نقول إيه؟ ما يبقاش فيه بهدلة للمكان. تمام. وعشان كمان حتى لو انت مثلا قلت ان انت هتعملها الغساله موجوده في الحمام، الميه لو هتنزل، لو هو مش عمل لك الوش او مش عمل لك الخرطوم، الميه لما هتيجي تنزل هتنزل هطول البودي فتعمل بارومه فيه. لكن لما هو عمل لك الجزء البلاستيك او الخرطوم، خلت الميه حتى لو خارجه من الغساله فهي خارجه بعيد عن حدود الغساله، فما تعملش بارومه، ما تعملش بارومه في الغساله. ادي شكل تاني للخرطوم. نيجي بقى للترومبة نفسها. الترومبة نفسها في أبسط حاجة هنتكلم عليها، في منها نوعين.
فاتحة في النوع ده بيقولوا عليه في السوق التعبير الدارج يقول لك ترومبا مسمار ها او ترومبا محورية. بص ترومبا المسمار دي الفكرة بتاعتها بكل بساطة في ملف ملف كهرباء، الملف الكهرباء ده لما بيشتغل بينشر مجال مغناطيسي بيحرك المبينة. المروحة اللي ورا دي مروحة تبريد. كان زمان الترومبة لما كانت تبوظ على طول غير الترومبة بتنقط مية غير. ليه؟ كان تمنها رخيص فما تستاهلش ان انت تفك وتغير اويل سيل. الترومبة دي زي ما انت شايف فيه اويل سيل اهو، وتحت الاويل سيل بيبقى فيه جلد، جلبة خلفية وجلبة أمامية. فلو كان شو انت ثبتته ورا وفكيت الريشة، لو كان الترومبة بتجيب مية مفيش مشكلة غير الترومبة. الترومبة كلها كان زمان كانت عاملة 40-50 جنيه، فما تستاهلش ان انت تقول ان انت تصلحها تقول مثلا انا غير الاورسيل. طب ما هو الجلب خدت مية، لا دلوقتي الترومبة دي بمبلغ في منها معاك ممكن توصل 400-500 جنيه. فلما تكون حاجة زي كده وطلعت لعند عميل والاورسيل هو بس اللي بايظ، لا هقول لك غير الاورسيل. الاورسيل هيبقى ثمنه كام؟ كلام فاضي. لكن ما ترميش ترومبه لان التكلفه نفس الكلام اللي نفس الصمام، ده بيبقى اصلا مفرد ثمنه رخيص ما يستاهلش مجهود اللي انت تغيره عشان فلت اعلى. ماشي فهنا اهو ادي تركيب الترومبه. تحت الاكس ده هتلاقي جلبه. الجلبه دي في بعض الاحيان ممكن تقفش. على النظام القديم غير وريح نفسك، على النظام الجديد طبعا بعد اللو تمنها لا ممكن تاخدها وتروح مديها زيت مديها شح دبليو دي 40 اي حاجه بحيث ان انت ترجع تخليها تلف تاني. ماشي مش مستاهله برضو ان انت تروح لخراط وتعملها، بس الترومبات ممكن مثلا تقابلك في غساله ان الترومبه دي مش تمنها غالي وبس، لا مش موجوده حاليا. تمام فخد اهو بص على الاورسيل وبص على الحاجه. زي ما احنا قلنا ملف، الملف بيحصل مجال مغناطيسي بيحرك المبينه وده الاويل سيل بيبقى موجود عليه. خدوا اتفرجوا ايه برضه على شويه اشكال من الترمبات وباقي الحاجه ما تنفع ايه. اتفضل. الاويل سيل ده مانع التسريب، لو هو باص هتلاقي الترومبه بتنقط. الحاجات متوفرة في السوق. وخدوا الفلتر اهو لو عايزين تشوفوا تركيب الفلتر. تاخد 120 خلاص. 22 22 يعمل دقات واكتر كده عشان يشوف الحاجه عشان الفيديو شغالين. بسم الله نكمل. الحاجه اللي ناخد بالنا منها موضوع الفلتر. الفلتر لما تيجي عشان انت تركبه انت جيت وطلعته ماشي، اول حاجه الفلتر لما تيجي ما تفكوش للاخر، ما يبقاش الفلتر كده جوه، ما يبقاش الفلتر كده جوه مربوط. فانت تروح عامل ايه؟ تروح فكه خالص، فكه لغايه الاخر وتيجي تطلع. شوف هيتفك منك. المفروض ان انت لما تيجي بتيجي تروح عامل ايه؟ هو مربوط اهو لغايه الاخر، هتبتدي تفك لفتين ثلاثه وتبتدي ايه؟ تشده. فكره الفلتر، الفلتر زي ما احنا شايفين اهو هو بيتفك لاجزاء. الفكره كلها شايفين حته الجوان ده او السيل ده لما انت بتربط جامد بتضغط عليه بيروح مضغوط يعمل عامل زي شفه فيمنع الميه.
تمام؟ فانت بتفك، بص ما اعرفش هتبان في الفيديو ولا لا، شايف كده الشفه عامله ايه؟ مظبوطه اهي. لا غلط. بص لما شفت عملت علو ازاي؟ كده هي اتحشرت في البلاستيك فراحت عامله ايه؟ شفت تمنع. الحاجه الثانيه لما تيجي تركب الفلتر، كل فلتر له طريقه، بس خلي بالك الفلتر مش هيركب عكس. يعني حاجة على سبيل المثال، الفلتر ده شايف السبعة اللي موجودة هنا أو الحفرة اللي موجودة هنا أو المكان ده، ده ليه تبييتة، فلو أنت ما بيتوش صح ممكن تكسره. تمام؟ طيب الفلتر ده شوف وضع الفلتر ده راكب ازاي. لو جيت بصيت من الفتحه هنا زاوية، مش الفتحه دي هي اللي جايه من الحله؟ اه. يعني انت تمام، ده هيبقى عامل كده مثلا من الحله، طبعا ده مش بتاعها بس ماشي، هيبقى عامل كده من الحله. تمام؟ فاي رواسب جايالي من الحله هتنزل في الفلتر. بص بص كده هنا، لو انت جيت بصيت من الفتحه هنا هتلاقي الفلتر ايه؟ بزاويه حايش. كل الخوف ان حاجه تروح معديه وتروح داخله لمين؟ ترم للمروحه او الريشه. تمام؟ في مشكله كده في الفلتر؟ لا. جت شركات راحت عامله ترومبه تاني. الترومبه التانيه دي اسمها الفريره، الاسم الدارج بتاعها الترومبه الفريره. ماشي؟ الفكره بتاعتها بكل بساطه ان في ملف، دي ما فيش فيها المبينه بتاعتها مش حديد زي الترومبه المسمار او المحوريه اللي احنا بنتكلم عليها، ده مغناطيس. القلب بتاعها مغناطيس، ومغناطيس قوي كمان. يا بص شفت مغناطيس شايل اللوك ازاي؟ مغناطيس قوي. المغناطيس ده الترومبه دي ممكن تعمل اعطال وهميه كتير. ازاي؟ بمعنى الترومبه قلنا اي حاجه فيها ميه لازم يكون ليها اوكسيل، الاوكسيل ده مانع للتسريب، جواني. تحت الريشه دي بيبقى فيه اوكسيل، الاوكسيل ده عشان الميه ما تخش، مش الترومبه دي والريشه والكلام ده كله في قلب الميه، فعشان ما تخشش للكهرباء ولا تنقط ولا تعمل اي حاجه زي ما كنا شرحنا في الترومبه المسمار، الاوكسيد ده لو باظ بيعدي يسرب ميه بسيطه على فين؟ على الجزء الخاص بالمغناطيس. في الحاله دي الميه هتعمل ايه؟ هتضعف المجال المغناطيسي. فلو انت طلعت الغساله الترومبه بتاعتها بايظه، ممكن تعمل حاجه وهميه للعميل. بمعنى هنقول ان الترومبه طبعا مش كابوس في يوم وليله الاوكسيل هيضرب خالص، فتلاقي العميل يقول لك ايه؟ الغساله مره تطرد ومره ما تطردش، او بتطرد وتخلي الميه في الاخر في شويه ميه في الغساله. اروش كده على الميه. ماشي؟ فطيب ايه الحل؟ انت بتتاكد اول حاجه، قول له نظف الفلتر. ممكن يكون الفلتر في سند فعامل عمليه اعاقه في الصرف. تمام؟ طب طلعت ولقيتها من نوع الفريره ده، لو واخده كهرباء، الكهرباء بتاعتها يعني شغاله، الكهرباء واصله بتاعتها من الطيب، والصرف سالك، غير الترومبه. رغم ان انت الترومبه لو بايظه وانت اديتها 220 وهي بره هتشتغل، لكن على الحمل ما بتشتغلش. ليه؟ لو الاورسيل ده باظ هيسرب ميه قوة بسيطة على حسب بوظان الأوكسيل، على حسب تسريب المية. فده هيضعف من المجال بتاعها، فيضعف من قوة الترومبة.
جه العميل الترومبه ابتدت تبوظ، فيقول لك الغساله ايه بتغسل بس على اخر عصره او اخر حاجه الاقي الميه مش موجوده، يعني لسه في ميه. ساب الغساله اسبوع ما غسلش، الميه اللي موجوده هتكون عملت ايه؟ نشفت. تيجي تشتغل الغساله تغسل كويس. طب جه شغلها تاني يوم الميه لسه موجوده جوه ما نشفتش، وسربت عليها شويه ميه كمان، تلاقي كميه الميه زادت. طب شغلها في نفس اليوم تاني، الترمبه ما طردتش خالص، ركنها قال عقبال ما اجيب حد، الميه نشفت، ترجع تشتغل لها غسله او غسله ونص او غسلتين. تمام؟ فدي من الحاجات اللي بتعمل اعطال وهميه. تمام؟ الترمبه الفريره مش كل الترمبات تشتغل على نفس الغساله، يعني الترمبه كفكره وكحاجه واحده، لكن هتلاقي منها في اللي هو ممكن تلاقي الوش ده اللي هو الاطار دوت بحجم، ممكن تلاقي حجم اكبر، ممكن تلاقي بص ده مدور اهو، شايف ده عامل زي ما يكون مربع، هتلاقي في منها اللي بيتربط بمسامير زي دي كده، وهتلاقي في منها اللي بيبقى فيها بنز، بتدوس على بنز بلاستيك وتلف نص لفه. الشاهد من كلام الفك والتركيب، انت بتطلع تفك القطعه القديمه وتروح تجيب زيها. بلاش الحاجات اللي بشوفها على الجروبات اللي يقول لك ايه انا طالع غساله، مثلا بعت له حاجه يقول لك انا طالع غساله كذا، شكل الترومبه ايه؟ او رقم الانسيل كام؟ او رقم البني كام؟ او رقم السير كام؟ الغسالات ممكن تلاقي الشركه المصنعه عملت نفس الموديل بس مغيره في قطع الغيار. على سبيل المثال مثلا غساله الايديال زانوسي 16 او 14 من الموديلات القديمه، كان في ترومبه كانت بتتربط بافيس، وكان في نزل منها موديلات بترومبه فريرا، ونزل منها موديلات بترومبه مسمار. كفر المسمار وكفر يعني الكفر نفسه ها ده لو هيركب على ترومبه مسمار بيبقى غير الكفر اللي هيركب على الترومبه الفريرا. ممكن دلوقتي اغلب الناس دلوقتي لما بيطلع يلاقي الغساله من الغسالات القديمه اللي هي الترومبه اللي هي المسمار دي، بيروح جايب ترومبه فريره ومغير الكفر عشان فرق التكلفه كبير. تمام الكفر الشكل يعني الكفر هو الجزء البلاستيك ده. ده مثلا في غسالات زانوس 18 في كفر بيركب على ترومبه زي دي، وفي كفر تاني بيركب على ترومبه فريرة. فلو انت طلعت لقيت الغساله بالترومبه دي مسمار والتكلفه بتاعتها عاليه والعميل مش قادر، بتجيب له ترومبه فريرة وتروح عامل ايه؟ ومغير كفر. بحيث ان انت وساعات بتنزل مثلا ما تلاقيش ديه في موديلات، فتروح واخد التعديل بتاعها الترومبه الفريرة بالكفر. يعني الترومبه الفريرة بالكفر بتاعها ارخص من بكتير. ارخص بكتير. ممكن تخش في نص ثمنها. تمام. الترومبه الفريره العمر الافتراضي بتاعها اقل. قد ايه؟ ممكن ما يعديش الثلاث سنين. وهتلاقي الترومبه الفريره ممكن تلاقي ليها ثلاث اربع اسعار. في موديلات يقول لك مثلا يقول لك صيني وايطالي ها وصيني نضيف، ممكن تلاقي الترومبات دي لو انت طلعتها من العلبه وربطتهم على بعض ممكن انت ما تعرفش تفرق ما بينهم، لان كله نفس الكفر البلاستيك واللون البلاستيك كل واحد، لكن الفرق ما بينهم في ايه؟ الفرق لا ما هوش نفس، بقول لك نفس الغساله. الفرق في ايه؟ ممكن مثلا نوعيه الجلده، خامه الارسيل، جوده السلك، دي حاجه مش هبان. فممكن انت تروح تجيب ترومبه تقعد سنه وتجيب ترومبه ثانيه تقعد ثلاث سنين. قطع الغيار دلوقتي كلها مستهلكه، ما بقتش حاجه زي زمان تقعد بال10 وال15 سنه. دلوقتي اي جهاز بتجيبه من 3 سنين ل5 سنين تشتغل فيه، ما بقاش الحاجه الاجهزه معمره زي ما كانت موجوده زمان. تمام. فالترومبه الفريره من الخداعات في الاعطال. طب الوش بتاعها ما بيقعدش في حاجه؟ ما احنا قلنا في بقى في نظام بمسامير وفي نظام كليبس. لا القصه مش في دي 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 تركب مكان دي عادي. ايوه يعني انا عندي مثلا ترومبه دي كبيره قوي
الفورير قد كده هنلاقي نفس المانيوم بتاع. ما انا عشان كده بقول لك بقى الكفر بيتغير، بقول لك الكفر بيتغير، هشوف لك الكفر ده واشوف لك الكفر ده واحنا بنفك هتشوف الكلام ده بعينك. تمام؟ في ترومبات ما بيبقاش مغسلات ما تلاقيش فيها فلتر خالص. ودي تعمل اعطال اكتر. وفي غسالات تعمل لك كده وتخلي لك الفلتر منفصل، يعني مثلا زي الغساله اللي احنا كنا شفناها. يعني شايف شايف الترومبه دي؟ فوق. لا تحت ولا ايه؟ ماشي؟ الكفر بتاعها فين؟ فوق. الكفر بعيد. دي صوره الغساله كده. ماشي؟ الكفر بعيد، بس في غسالات ثانيه ما تلاقيش فيها فلتر. يعني في غسالات موجوده في الصوره ما تلاقيش فيها فلتر. فلما يحصل بس بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك حته كاوتشه. هجيبها لكم، هي موجوده عندي هجيبها لكم. ماشي؟ حته كاوتشه، الكاوتشه بتاعت الكاوتشه بتاعت الحله عامل لك حته كده نازله لتحت عشان لو في حاجه ايه؟ تتجمع فيها. طب حصل سند لازم الفني يجي. تمام؟ في ترومبات بيقول لك عليها اوفر لود. الترومبة اللي باوفر لود كل حاجه ان هي عشان لو سخنت لاي سبب من الاسباب الاوفر لود يكسر. تمام؟ وده لو طلعت غساله ولقيت ان انها فاصله طبعا بالقياس هتعرف، ولقيت ان الاوفر لود فاصل ممكن تعمل شورت جسم عليه. لو هنا كل واحد بقى ليه بقى ايه وجهه نظر، في واحد يقول لك ايه؟ آه لا خلاص الترومبه حصل فيها حاجه اغيرها. واحد تاني يقول لك ايه؟ طب ما انا اقفل الشورت، اعمل شورت على الاوفر لود وتعبد لها شويه. فده بيرجع لمين؟ للسياسة شغلك انت. هل هي لما يعني ممكن يكون مثلا ان نقول ايه؟ ان هي سدت. ففضل عارف انت بتشغل مروحه ورحت قافل ماسك الريشه بتاعتها مش هتسخن؟ طبعا. فهو الاوفر لود حمايه ان لو حصل سدد وحاجه جت على الريشه فيحصل ايه؟ فتروح تسد. من الاعطال ان ممكن تلاقي الريشه اتكسرت، جه حصل سند ولا حاجه فتلاقي الريشه راحت مكسوره، فتسمع صوت ايه لما تيجي تشتغل الريشه موجوده وانت بتلف عارف تحس ان صوت تخبيط. من ضمن الاعطال مش عايزك تتسرع وتقول الترومبه بايظه. في غسالات يمكن يكون يعني لا داعي لذكر الموديل، في غسالات كتيره بيبقى حصل رواسب. نقول كده ايه الفرق بين مسحوق الفول اوتوماتيك والمسحوق العادي؟ الرغوه. مسحوق الفول اوتوماتيك المفروض ان هو ما يبقاش في رغوه. المسحوق العادي بيعمل رغوه كتير، هنتكلم عن الرغوه دي انها بتاثر على البريشر بس في وقت ثاني في الاعطال. بس خلينا نتكلم في حدود الترومبه. الرواسب اللي بتبقى موجوده بسبب الغسيل، بسبب ساعات لو المكان الميه اللي فيه ميه مالحه او ميه ترومبه او الكلام ده بتعمل رواسب كتيره قوي في الغساله. ساعات الرواسب دي بتقابلنا في غسالات. شوف 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 انت ده الجزء بتاع الطرد، خرطوم اللي رايح للطرد. شايف الرواسب فيه عامله ازاي؟ بتقابلنا ساعات ان الرواسب دي كان بالظبط حوض مطبخ مسدود، كان حاجه يعني الفتحه اللي موجوده يا دوبك معديه الميه بسيط. فما تجيش انت لما تطلع عشان تشوف عرض وتروح مغير الترومبه. تقول دي ترومبه فريره، مثلا قال دي ترومبه فريره وما بتتركش الميه كلها فغيرها. فتروح تجيب ترومبه جديده وتلاقي نفس العرض، هل العميل هيقتنع ان الترومبه اللي انت غيرتها كانت بايظه؟ بالذات ان احنا قلنا ان هي لو بايظه واديتها 220 هتلف. للاسف في مصر العميل بيتعامل مع الفني على حاجه من حاجتين، لا حرامي لا حمار. لا انت حرامي طالع تسرقني، لا انت حمار مش فاهم حاجه في جهازي. صح. ماشي؟ فلو انت طلعت ورحت رايح غيرت الترومبه وبرده الغساله ما طردتش، هقول لك بس ده سرقني، ده الترومبه القديمه كانت بايظه، ده ما عرفش يصلح. فلازم لما تطلع عشان تكشف على عطل انت غيرت الترومبه، لازم تشوف باقي الوصلات هل سالكه ولا مسدوده. تمام؟ لان بعض الاحيان دي هنا اهو انا قابلت قبل كده غساله بقيت بالمفك الكبير ده وعارف عارف كاني بدق في اسمنت ناشف.
مقفول مقفوله خالص ماشي. طبعا الترمبه كانت بايظه يعني السائل كان عمل حمل على الترمبه فبوظها حرج. بس انا لو حطيت الترمبه الجديده مش هتشتغل او هتشتغل شغل هبوط. ما عملتش حاجه. فلازم تعمل ايه لما تطلع عشان تعمل عطل؟ شيك على باقي شغلك. انا بتكلم دلوقتي في ترمبه، الترمبه دي خاصه بالصرف، فلازم انضف الفلتر، لازم انضف الخراطيم، لازم انضف المجره بتاعت الصرف. تمام. طب نرجع لحظه هندسه، لما تعمل شرطه على الاوفرلود ده انت بتلغيه مثلا؟ اه خلاص يعني ليها وجهين. انت لغيته، ما بقول لك فني يقول لك ايه. طب هو اصلا اغلب الترمبات ما فيش فيها اوفرلود. تمام. فلما انا الغيه يبقى انا كده هتشتغل. واحد قال لك لا يا عم لما حصل فيها مشكله بغيرها. الترمبه من المعتاد ان انت عايز تختبر باقي الصرف بتاعك او تختبر باقي الحاجه، فبتعمل ايه؟ عشان تعرف الصرف بتاعك. فبتروح حاطط ميه من الدرج او من الحله وترمي الخرطوم على الارض. من المفترض اللي يحصل ايه؟ ان الميه تنزل عشان تعرف ان في سائل في الخرطوم ولا لا. بس في شركات بتيجي الخرطوم من جوه وتبقى عامله لك ايه؟ زي تعلقه كده كيرف. ها؟ فلو في الحاله دي انت رميت الخرطوم مش هتنزل. في شركات بقى ثانيه وهي فاصله عامله ايه؟ وهي فاصله. في شركات ثانيه راح التروبه تحت اهو، شوف راح مطلعه لك الخرطوم من فين؟ من فوق. لان في مشكله الميه لو الخرطوم في مستوى اقل الميه هتسرب من الغسال. هنشوفها مع التشغيل ومع الاعطال الكهربائيه. الشاهد من كلامي ان انت لازم تختبر الصرف، بس لازم تفتح وتبص بعينك هل الخرطوم فيه كيرف موجود عالي ولا لا، او الخرطوم طالع من مستوى عالي ولا لا. مش مجرد انت مش في كل الغسالات انت لو رميت الخرطوم على الارض يحصل ايه؟ ان الغساله تجيب ميه. طب اللي فيها كيرف دي نختبرها ازاي؟ هتفك بقى الخرطوم من جوه وتبص في عينك. تمام. تقفل بقى ايقاف نهائي.